بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الطلبة الكرام في مستوى الماستر، الباحثين في مستوى الدكتوراه، زملائي الأساتذة، نلتقي اليوم في هذه المحاضرة السادسة بحول الله لنتناول موضوعا هاما ومكملا لسلسلة المحاضرات التي أطلقناها في الأسابيع الخمسة الماضية. محاضرة اليوم متعلقة بالتهميش والإحالة في المذكرة والأطروحة الجامعية. طبعا هذه السلسلة ضمن أو في إطار شعار أستاذك معك من أجل مسايرتي ومرافقتي أبناءنا الطلبة والطالبات وكذا إخواننا الباحثين في مختلف المستويات وفي مختلف التخصصات من أجل تيسير وتسهيل إنجازهم لمذكراتهم وأطروحاتهم الجامعية، عسى الله تعالى أن ينفعهم من خلال هذه التوجيهات. قلنا في المحاضرة السابقة أن المتن هو الذي يقع أو المادة العلمية التي تقع بين المقدمة والخاتمة، وعندما نتأمل المتن نجد أن صفحاته المتضمنة في الأبواب أو الفصول والمباحث والمطالب والفروع وما إلى ذلك من تقسيمات ضرورية للبحث، قلت بأن هذه التقسيمات المتضمنة للبحث تتضمن في القسم العلوي معلومات وأفكار. هذه المعلومات والأفكار عندما نتأمل فيها وندقق فيها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع من المعلومات، منها ما هو ملك للسادة الأساتذة والباحثين والفقهاء والمؤلفين لمختلف المصادر والمراجع التي تناولت منها أو اقتبست منها معلومات أطروحتك. إذن هذا قسم أول أصيل تحتم عليك الأمانة العلمية أن تجري معها إجراء معينا سننظر فيه بعد لحظات. إذن لا تنسوا هناك كلام مضبوط محدد نقلته بكل أمانة علمية دون إضافة أو إنقاص من كتب مختلفة. هذه الكتب وهذه المؤلفات نسميها في حقل المنهجية العلمية بالمصادر والمراجع. الأمر الثاني الذي نجده في القسم العلوي من المتن وهو تلخيصات الباحث ضمن أو في إطار مرتكزات ما تناوله وقرأه عند الباحثين الآخرين. إذن هو وضع يشبه الوضع الأول، لكن الوضع الأول ما هو مختلف فيه أو يختلف فيه عن هذا الوضع؟ أن الوضع الأول ينقل فيه الباحث المعلومات بشكل حرفي، أما في هذه الحالة فأنت تقتبس بالمعنى وتأخذ المعنى لتطلق أحكاماً، لكن تلك الأحكام لا يمكن لك من باب الأمانة العلمية أن تنسبها لنفسك، بل يحتم عليك أيضا من الناحية
الإجرائية والمنهجية أن تتخذ إجراء منهجي معين سنكشف عنه بعد حين. الأمر الثالث الذي يتضمنه القسم العلوي من المتن وهي ما يتدخل فيه الباحث من خلال كلامه، من خلال شرحه، من خلال تحليله، من خلال محاولة الربط بين الأقوال المختلفة للعلماء والفقهاء والباحثين، وبين ما يراه هو مناسباً للتدليل على ما يريد تحليله وشرحه. هنا قد يمر الباحث على مصطلحات تحتاج إلى توضيح وإلى شرح وإلى تحديد مفهوم، لذلك نسميها هنا إضافات الباحث. لذلك عندما نتأمل في القسم السفلي الذي تحدثنا عنه في المتن والذي نطلق عليه الهامش والذي يحد بينه وبين القسم العلوي خط يحتل ثلث الصفحة تقريبا من جهة عرض الصفحة، وقلنا بأن الكاتب في اللغة العربية يستطيع أن يجعل السطر في كل اللغات في الوسط مثلما يستطيع أن يميل إلى الجهة اليمنى للكاتب والقارئ، وهذا في اللغة العربية، والجهة اليسرى بالنسبة للقارئ والكاتب في اللغات الأجنبية الأخرى. وطبعا هذا هو تقريب العرف المنهجي السائد الآن في معظم وجل الأطروحات الجامعية، أن كل باحث يميل إلى الجهة التي تنطلق منها كتابته. لذلك التهميش هو ما يثبته الباحث في أسفل كل صفحة بنفس الخط، بنفس نوع الخط، ولكن بأقل حجم منه، من أجل بيان ثلاثة أوضاع: إما بيان الاقتباس الكلي لمن نسند تلك المعلومات ولمن ترجع في أصلها ببيان المعلومات الرئيسية لأصحابها ولمؤلفيها، وإما لبيان الذين اقتبست منهم بالمعنى، وإما لبيان إضافات الباحث من تفصيل وشرح ما هو أو ما يبدو للباحث غامضا في أعلى المتن، سواء بتوظيف فكرة معينة أو بتوظيف مصطلح. وطبعا راح من بعد نفصل في كل نقطة. التهميش بهذا المعنى هو بسيط جدا، ولكنه قد يتحول إلى مشكلة عويصة لدى الباحثين لا قدر الله إذا لم يحسنوا التعامل مع التهميش. أول خطورة تواجه الباحث في عملية التهميش وهو عدم إجراء العملية بالتنسيق أو بالتوازي مع البحث في المتن. هناك الكثير من الباحثين لديهم طريقة متعبة كثيرا في إنجاز المذكرات، يقول لك خلي نحرر الفوق ومن بعد نرجع نخرج الصفحات ونخرج المراجع. يا رجل يا باحث، كيف تفكر أنت هكذا؟ ستنفق الوقت بالإضافة وبالزائد، يعني إذا كان بحثت في المذكرة تاعك ثلاثة أشهر لازم لك شهر آخر باش ترجع للمصادر والمراجع وتبحث عن العناوين وتبحث عن الصفحات. هذا إذا قدرت تلقى آثر، إذا قدرت تذكر. وكاينة مشكلة أخرى بالنسبة للناس اللي تروح تسلف الكتب وتجيب الكتب على سبيل الإعارة من المكاتب الجامعية أو من 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 الزملاء الأصدقاء، كاين اللي ينسى هذه القضية ويخلي التهميش ما يديروش، من بعد كي يرجع الكتب يجي يدير التهميش تاعو يلقى روحه في أزمة خانقة، ويولي يروح يحاول يحصل على المصدر هذاك ما يلقاش، يولي يفتش الزملاء كش ما يلقى، قادر يلقى طبعة تاع دار أخرى ماهيش متحدة مع تلك الطبعة في الصفحة،
ممكن الباحث أعاد الطبعة بعد سنوات، كين إضافات وكين حذوفات، يلقى موش نفس الكلام. إذن فالنصيحة الذهبية التي أنصح بها أبنائي الباحثين، كين زوج حوايج تخدموهم بالتوازي مع المذكرات تاعكم مع المتن، وهو تخريج التهميش، وتحط لي في نهاية الريجستر هذاك اللي تديره لجمع المادة العلمية وتحريرها، تحط لي ثم صفحات على حسب الترتيب الذي ستعتمده في مذكرتك. إذا كان ترتيبا ألف بائيا، وسننظر هذا في هذا في المحاضرة بعد القادمة إن شاء الله في الفهرسة، إذا كان راح تعتمد أنا نعتمد الترتيب الألف بائي، كل حرف نحط له زوج صفحات ولا ثلاثة، ونخلي الفراغات. أنا كي نكتب الآن في المتن نلقى مثلا فرضا نلقى الصنهوري بين قوسين عبد الرزاق ونكمل اسمه مثلا، هنايا رايح نطيح في الصنهوري، إذا نحط الصنهوري في التهميش، نحط الصنهوري بين قوسين عبد الرزاق، نبداو ديما باللقب باش يفرز يسهل علينا فرز الأسماء، لأنه لو كان نعتمدوا بالأسماء راح نلقاو مشكلة كبيرة، نلقاو اسم مثلا محمد راح يتكرر عندنا 100 مرة في أطروحات الدكتوراه، نلقاو أحمد يتكرر 70 مرة، نلقاو مثلا علي وعمر و الأسماء كل تتكرر، وبالتالي من بعد كي نجيو نحوسوا عليهم ما نجيو نخرجوا اسم حتى نتعبوا، وحنا ما نشتيوش نتعبوا. لجنة المناقشة لازم نحافظوا لها على هدوء الأعصاب، الأستاذ اللي يقرأ لك لازم ما تتعبوش باش ما يقلقش من الأطروحة، إذا فات قلق وفقد التوازن فانتظر التشديد يوم المناقشة، هو ما يقلقش وعنده قلم كل ما يفوت على حاجة ناقصة يأشر عليها، ويوم المناقشة يحرجك أمام الملأ. لماذا تجلب الحرج لنفسك؟ لماذا لا تكون ذكي؟ استعمل اللقب، ابني الأمور تاعك على اللقب. اللقب الألقاب عادة في البحث العلمي غير متشابهة، وحتى إذا وجد تشابه تلقى اثنين ولا ثلاثة فقط. لذلك نحطوا الصنهوري فالتهميش، ونذكروا المعلومات كما راح نقول لكم بعد لحظات كيف شرتبوا المعلومات تاع الكتاب مثلا، ثم بعد ذلك في نفس اللحظة نروح الريجستر تاعي، نروح الباب الفهرسة، نحوس على الورقة اللي فيها حرف السين، اكتبوا المعلومات هذه حرف السين، نحط ثم الصنهوري. الصنهوري عندنا الألف ولا ما يتحسبوش كما راح نشوفوا في الفهرسة. إذن حرف السين هو الأول، أن السين كي تلقى مع النون راح يطيح تقريبا في الأخر، يعني نروح الأخر الحرف تاع السين ونحط الصنهوري. من بعد راح نلقى قدر القسا، قدر القسو، قدر القسي، الأسماء الألقاب اللي تبدأ هكذا كامل راح ترتب فوق الصنهوري، لأنه كي تلقاو الحرف الأول والثاني نديو ديما الأولوية في الترتيب الألف بائي ولا في الترتيب الألف الأبجدي. حذاري في الفهرسة، بعد نشوفوا ثاني الصعوبات المنهجية البسيطة اللي ممكن الباحث يتغافل عليها، ونهار المناقشة يولي في حرج شديد، تلقاه يقدم الألف مثلا، الألف هو اللي لازم يتقدم، تلقاه يلوحوا في الوسط ويطلع السين مثلا يديروا الفوق في الحرف الثاني، كي تلقاه زوج حروف واحد مثلا الألف مع السين ما ينتبهش الباحث، يروح مباشرة يرتب الحرف الأول ويحط الحرف الثاني هذاك اللي لازم يجي هو في الترتيب الاسم يكون هو الأول، يجيب هذاك الحرف يطلعه الفوق ويهبط اللي لازم يكون الأول يهبطه الوسط، ويكون في حرج يقول له كيفاش انت هذه حوايج ما تقدرش حتى ترتب ترتيب ألف بائي ولا ترتيب. لذلك احنا في أطروحات الدكتورة كان دزناه من ذكر حطيته قدامي هكذا، علقته في الحائط قدامي كأنه خريطة، وانتبه عند تلاقي الحروف نلقى فرد حرف مشيت فيه ما عنديش إشكال، كي نفرز الحرف ونروح نروح للصفحات لقيت مجموعة من الأسماء، لقيت في هذاك الحرف تقريب 20 اسم اللي حطيت، لازمني نكون ذكي نوازن بين الحروف الأول والثاني والثالث، وين نحط هذاك الاسم داخل الحرف باش يجي مرتب. نبدأ كيما بديت من الألف في الترتيب العام، من الألف مثلاً الهمزة على السطر لازمني حتى ثمان نرتب بنفس الطريقة في الحرف الثاني والحرف الثاني يوم المناقشة، ولا كي تحط الأطروحة تاعك يوم تحطها في المكتبة ويرجعوا لها الباحثين يهنئوك ويكتبوا لك التهنئة أو يقول لك بارك الله فيك، وفعلا تترك علما ينتفع به، ماهوش علم مشكوك فيه اللي يروح يقراه واللي يقول لك
راك درت فيه أخطاء ودرت فيه مثالب لا يمكن الاقتداء به، ما بالكم لو اقتدى به كأحد كسنة سيئة؟ ويولي الوزر هذيك تاع السنة يبقى يخدم للأسف على الإنسان الأول اللي خدمها بخطأ. لذلك هذه الحوايج راح نوصلوها إن شاء الله. أنا فقط هنا نوصيكم يا باحثين، إذا راك تخدم الآن في المذكرة تاعك تاع الماستر، حتى إذا ما درتش الفكرة هذه في البداية وين لحقت، قسم الآن الريجستر تاعك حتى في فهرس المصادر والمراجع على حسب الحروف وفق ما قررت أنت. إذا راح تقسم تقسيم ألف بائي وجد تقسيم الألف بائي تاعك، إذا كان تقسيم أبجدي وجد تقسيم الأبجدي، إذا كان راح تقسم كما يقسم البعض وراح نتناولوها أيضا في الفهرسة، كاين اللي يمشي بالدساتير وبالقوانين وبالكتب ومن بعد يروح للمذكرات والأطروحات الجامعية، يروح للمقالات، يروح للمواقع الإلكترونية، يروح مثلا للمؤلفات الأجنبية. إذا بهذا التقسيم زيد دير هكذاك الفهرسة وروح حط كل كتاب، صدقوني هذا خاصة في مذكرة الماستر. في الدكتورة حدث ولا حرج، تلقى روحك أنت تقريبا ربحت 6 شهور من العمل ولا 5 شهور، لأنه المصادر وحدها إذا كانت كبيرة وعدد المصادر كبير باش تخرجها من بعد لازم لك 6 أشهر بالإتقان المطلوب. لكن تصور أنك تخدم في نفس اللحظة اللي تحط فيه المعلومة تاع التهميش في المتن، تروح ثم تهز المصدر تحطه في بلاصته توجده، خلاص يوما ما كي تلحق التحرير النهائي في الجهاز أكره تراقب برك، تقوم بعملية النقل السلس وتراقب خدمتك وتحمد ربي سبحانه وتلقى روحك حققت من الوقت ومن الجهد ما شاء الله. فلا تنسوا هذا يا باحثين يا كرام، واللي راكم تبحثوا وتديروا في العناوين وتحطوا اسم مثلا قال مثلا بوشعير ولا الصنهوري ولا مثلا بوسقيعة وكتاب كذا مثلا الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية ولا نسميه مثلا في التخصصات الأخرى أي باحث بعنوان الكتاب تاعه، ومن بعد تقول لي نحطوا له في الدرج تاع المكتبة ومعليش الكتابة وعندي نهار آخر نعاود نجبد الكتاب، تصوروا العملية هذيك تجبد الكتاب وتروح تحوس على العنوان وتزيد تحوس على الفقرة اللي نقلتها ولا بالمعنى وتعود تقرأ من جديد، والله تعب عظيم. أنا حضرت شخصيا الباحثين اضطروا إلى مسحي وإلغاء كثير من الصفحات في أطروحات الدكتورة. علاه لغوها؟ لأنه كي جاوا يرجعوا ما لقوش أرواحهم، ما لقوش الكتب للأسف، ردوها لأماليها، ردوها للمكاتب، كي راحوا يجيبوها ما لقوهاش. كيفاش كي ما تلقاش راح تكذب، راح تحط صفحات من ذهنك، تحط دار طبع من ذهنك. يوم المناقشة يجيك الأستاذ يقول لك هاو الكتاب تاع الأستاذ هذا، ها هو موجود، أنا نفتحه لك ونعطيه لك، نتحداك أمام اللجنة هل تجد فيه هذه المعلومات التي أنت كتبتها؟ راك كتبت نقلت بشكل صحيح بس المعلومات تاع الإحالة التهميش تاعك غلطة، ما كانش اسم هذا الكتاب وما كانش هذا دار الطبع هذه وما كانش هذا السنة الطبع هذه وما كانش هذا الصفحة هذه اللي راك تصرح فيها. لذلك الباحثين الكرام باش تكونوا تنربحوا الوقت لازم التهميش والفهرسة يمشيوا مع بعضهم. إذا كان ديتوا الليلة في المحاضرة هذه الفايدة هذه صدقوني غير تكفينا، نقدر نحبس هنا المحاضرة ونمشي. أنا نزيد شوية معكم باش نعطيكم كيفاش تهمشوا. أنا عندي كتاب، موجود عندي كتاب بغيت نهمشوا، نقلت منه النقل الحرفي أو الاقتباس الحرفي. وش معناها الاقتباس الحرفي؟ يعني ما تنقص حرف ما تزيد حرف، لازم تكون الأمانة العلمية، تقدر لجنة المناقشة تحاسبك حساب عسير بحيث النقل يكون حرفيا بأتم معنى الكلمة. وكتنعرفوك باللي نقلت نقل حرفي كي تصرح في بداية الكلام تاعك في المتن في الجهة العلوية، تصرح مثلا أنه فلان يقول وذكر وتدير نقطتين وتحدد هذين النوعين من القوسين الصغيرتين. هذا النوع من الأقواس الصغيرة اللي بعد ننشر إن شاء الله المطبوعة الجامعية تاعنا، قوسين صغيرتين تستعمل لأقوال
العلماء، لأقوال العلماء القوسين الصغيرتين اللي الفوق يتقابلوا هنا، نحط مباشرة الكلام الذي نقلته بشكل حرفي بين القوسين الصغيرتين، هذا اللي يجوا هكا وفي الوسط يكون الكلام. نفتح القوس ندير نقطتين قدام الاسم ونحي الصفة. كاين بزاف باحثين اللي يديروا أخطاء فادحة في المتن، يكتب لك يقول الدكتور، يقول الإمام، يقول الشيخ، مكان لا دكتور لا إمام لا شيخ، في كل المذكرة الجامعية وفي كل الأطروحة الجامعية يمنع منعا باتا ذكر الصفة سواء في المتن أو في التهميش. طبعا بعض الفقهاء الأجلاء الكبار مثلا كما الفقهاء الأربعة، مثلا كما كبار الصحابة رضوان الله عليهم، عندما تذكرهم هكذا على سبيل الذكر وما يكونش العد كبير، معليش يقول لك العلماء نعطيو لهم قدرهم من الذكر، نعطيو لهم الصفة تاعهم، ولكن عموم الصفة ممنوعة في المذكرات والأطروحات الجامعية. في التهميش خاصة، نقول لك علاش في التهميش. التهميش لو كان تدخل الصفحة يروح لك الترتيب، تقول الدكتور الصنهوري، تروح تحطه في الدال تلقى الناس كامل دكاترة، البروفيسور فلان، تروح الباء تلقى الناس كل دي بروفيسور، تولي تفرز باش تلقى اسم السيد هذاك. لذلك الصفة في البحث العلمي لا تكون. لاحظوا في حالة النقل الحرفي هنايا نحط نقطتين، نفتح القوس الصغير هذا المائل ونكتب القول كما هو، لا أزيد ولا أنقص حرفا. إذا كان هو دار على دير على، ما تردهاش بي، وقفل عند نهاية كلامه وحط الرقم اللي نكملوا به، نحطوه وراء القوس باش نديروا التهميش. نهبط لتحت في الهامش تحت الخط اللي رسمته هذاك، إذا كان باللغة العربية على اليمين، إذا باللغة الفرنسية والإنجليزية على اليسار، نحط الرقم اللي راني فيه وحذاري من الأخطاء. كاين اللي يدير لك ثلاثة الفوق ويهبط تحت اثنين يغلط. لذلك أنا نصحنا الطلبة يشوفوا المختصين في الإعلام الآلي، برمجوا الأجهزة تاعكم على التهميش الإلكتروني خير. التهميش الإلكتروني وحده يخرج، كي تحط واحد الفوق يعطي لك لاما مباشرة لتحت باش تحط الواحد، ما يكونش احتمال الخطأ شيء جميل جدا. حتى إذا كان الكلام تاع المتن راح ينتقل للصفحة الجاية يروح ليه بصح يولي هو لا رقم واحد، قادر يكون ليه رقم خمسة، بس كي ينتقل للصفحة الأخرى يجي هو الأول مباشرة. يعني الباحث من هذه الناحية التكنولوجيا تهنيه. لذلك اكتبوها ثم عندكم مراعاة مختصين في الإعلام الآلي لبرمجة التهميش إلكتروني، نقولوا لهم هكا برك هما ما يعرفوا خدمتهم. ما تخليش مانيال، ما تخليش هذاك التهميش كما نقولوا احنا باسلوب بدائي انك تتبعه، من بعد تلقى بعض الباحثين سمحهم الله تلقى المتن مخلط في التهميش، يفوت التهميش تاع الصفحه اللي فات رقم خمسة، جينا للصفحه المقابله الجايه نلقى في المتن الفوق نلقى رقم خمسة فيه تهميش، ومن بعد يبدا المتن. نقول له يا طالب واش هذا؟ يقول لي استاذ تهميش في نهاية الصفحة وطح لهنا. أنا نفهم مباشرة، نقول له إذن أنت لم تعتمد التهميش الإلكتروني الذي يبعدك عن هذه الزلات الخطيرة، لأنه هنا يقول لي حسبك الأستاذ يقول لك أنت كنت داير التهميش ليه. إذن نحط رقم واحد مباشرة التهميش الإلكتروني، يعطي لي لاما أو يعطي لي اليد أني نكتب مباشرة المعلومات. عندما يكون النقل الحرفي باحثين يا طلبة اشفوا مليح، نكتب لقب واسم المؤلف، المؤلف للمذكرة أو الأطروحة، أو كاتب المذكرة والأطروحة، نكتب اللقب تاعه هو الأول والاسم. كاين الأسماء والأسماء اللي فيها بزاف خاصة تاع المشارقة تلقاها مركب من ثلاثة ولا أربع أسماء، تهزوا كيما راه وتحاول تعرف اللقب تاعو باش يجيك سهل. وهذا طبعا في كل المؤلفات تلقى اللقب ديما يحطوه
بين الاسم عفوا واسم الاب والجد تاعو، ممكن يحطوهم بين قوسين والاسم يخرجوه وحده، تهزوا هكاك السيوطي وتفتح قوس وتكمل بقيه الاسم، السنهوري تكتب السنهوري وتفتح قوس وتكمل بقيه الاسم، كي نكملوا الاسم تاع الكاتب او مؤلف الكتاب او الاطروحه، نقول لكم او الاطروحه او المذكره، لانه راح نمشوا بتقريب بنفس الترتيب، فقط كاين شويه خلاف كي لحقوا المذكره والاطروحه، كاين حوايج لازم تبرز. اذا نقول له اللقب والاسم، مثلا نعطي لكم مثال، نقول له مثلا الصنهوري بين قوسين عبد الرزاق، نغلق القوس نقطتين، من بعد نروح مباشرة العنوان الكتاب الوسيط في القانون المدني، قانون الإجراءات الجزائية مثلا الجزائري، إذا كان مثلا رحنا عند سيبو سقيعة ولا عند واحد من أساتذة القانون الجنائي اللي شرحوا مثلا قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. شوفوا كي نديروا العنوان كاين حوايج في المنهجية ممكن تكون وممكن ما تكونش، ديما أنا في المطبوعة مثلا نعبر عليها نقول إن وجدت مثلا ترجمة، كاين مثلا الباحثين اللي ترجموا الكتاب خارجيين، لازم ثم ينبعد وراء العنوان تقول مباشرة ترجمة فلان. عندنا البروفيسور سعدنا العيد اللي نحييه من جامعة الخنشلة مثلا ترجم مؤلفات في الإثبات المدني مثلا والجمركي لفقهاء وباحثين في القانون من فرنسا مثلا، هذا مباشرة كي تجي تكتب الاسم الكاتب الأصلي تاع الكتاب هذاك تحط العنوان كيما راهو، بعد تقول ترجمة سعادنا العيد، لازم نعطيه الملكية الفكرية تاع الترجمة للبحث هذاك. فاصلة، نروح نحوس مباشرة على رقم طبعة ذلك الكتاب، ندير طا نرمزوا له بطبرك طا واحد ولا طا اثنين ولا طا ثلاثة ولا طا ربعة، كيما لقيتو مكتوب في الكتاب تحطوا هكذا. وانا نعطي لكم قيمة الطبعة، الأمانة العلمية في الطبعة راهي مهمة جدا، قادر البحث تاعك المبحث اللي هزيت منه المعلومات عند الباحث بوسقيعة فيه جات التعديلات، قادر في الطبعة الأولى رحت انت نقلت من الطبعة الرابعة ومن بعد هزيت الطبعة الأولى، يروحوا ما يلقوش الأصل، ما يلقوش، كي تروح تولي ترجع تقول لي انا هزيت من الطبعه الرابعه ونسيت درت الطبعه الاولى، الطبعه الاولى ما كانش هذه المعلومات هذه، هي ما تكونش، لانه بوسقيعه درس مساله مثلا السوار الالكتروني كي جا في 2010 و 2011 مثلا ما كانش في الجزائر، ما يقدرش يتحط ثم. اذا كي تجي مثلا في 2020 وتلقاه درس بعد صدور ما يتعلق بالسوار الالكتروني في القانون الاجراءات الجزائيه مثلا، هنا يولي المشكل الباحث في حرج شديد، وهو القضيه فقط انه ما ركزش في رقم الطبعه فقط باش يدير الطبعه الرابعه، دار الطبعه الاولى اللي ما كانش فيها السوار الالكتروني نهائيا، ويروح يحط صفحه كي يروحوا الباحثين لجنه المناقشه نهار المناقشه يرجعوا له يجيبوا الكتاب تاع بوسقيعة يقولوا له هاي الصفحه والله ليس فيها الصور الالكتروني، فيها موضوع اخر ما عنده حتى علاقه بالصور الالكتروني، ماذا تقول ايها الباحث؟ يقول لهم الكتاب والله موجود ها هو، يقولوا له تولى تشوف الطبعه يلقاها الطبعه رقم 4. اذن حذاري حذاري، ركزوا في الطبعه فهي مهمه جدا من حيث الاضافات، من حيث التعديلات، من حيث ما يضيف الكاتب وما ينقص من مادته العلمية الموجودة. يستحيل تلقى باحث هكذا، حتى إذا كان الكتاب ناجح 100% وعاود له الطباعة باش يزيد يوفر في السوق، صدقوني ما كانش كاتب اللي ما يعاودش القراءة أقل شيء والتلقيح للمصدر، لذلك في النقل الحرفي هكذا. إذا كي نحطوا طا مثلا ثلاثة ولا أربعة، إذا الطبعة هنا يا رقم الطبعة فاصلة، واش يجي في الذهن مباشرة؟ يجي بلد الطبع، عفوا دار الطبع، إذا عندنا رقم الطبعة من بعد تجي دار الطبعي، دار الطبع عندنا في الكتب
دائما نجد في الصفحة الخارجية ولا في الصفحة الثانية التي تليها يحط لك دار الطبع، دار مثلا الشهاب، دار قرفي للطبع والنشر، دار هما، دار الحكمة مثلا، دار العلوم. دور الطبع كلها تثبت في الصفحة الخارجية اسمها من أجل أن تمتلك مع الباحث طبعا الملكية الفكرية، عندها أبعادها وعندها أهميتها كما يقول المختصين في الملكية الفكرية. لذلك عندما دار الطبع ما نلقاوش أحيانا الباحثين، تلقى البحث تاعو كامل معمر بكلمات دون طبع، دون دار طبع، دون دار طبع. لا، ابحث على دار الطبع، إذا ما لقيتهاش ما ديرهاش يا أخي. أنا ديما نقول الباحثين ما تجاوش، ما تعمرليش أنا الأطروحة ولا المذكرة بدون طبع، بدون دار طبع، بدون رقم طبعة، وتروحوا كل بدون تهميشات، كل تولي تفقد الذوق. إذا أنت ديرها هذه في المفاتيح الأولى اللي ديرها، تقول عند عدم وجود أو إيجاد مثلا رقم الطبعة ولا دار الطبع على الكتاب، أنا نقول لك من الآن إذا لقيت كتب أخرى تناولت نفس الفكرة وطرحتها مليح، جنب الكتاب هذا أفضل، وثق من الكتب الأخرى. إذا كان ما كانش وكاين شوية مصداقية عند المؤلف اللي دار الكتاب هذا، معليش هز منه وما تظلش تكرر لي في دون دار طبع ودون طبعة ودون كذا ودون عام الطبع، والله تولي الرسالة كامل تفقد الذوق تاعها، ويولي القارئ وتولي لجنة المناقشة والمشرف في قلق كبير. لذلك عندما أضع دار الطبع فاصلة مباشرة يجي في ذهني بلد الطبع. طبعا إذا كان تطبع الكتاب في الجزائر نسميه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إذا كان في المملكة الأردنية نسميه المملكة الأردنية، إذا كان في جمهورية مصر العربية نسميه جمهورية مصر العربية، وخلاص نهزوه كما راه في لاباج دو كارت تاع الكتاب. بعد بلد الطبع تجي عام الطبع، وقبل عام الطبع كاين حاجة إن وجدت هنا نشوفوا إذا كان كاين الجزء نضيفوه. كاين كتب كما تاع الصنهوري تلقى فيه أجزاء كثيرة، لازم تحدد الجزء باش تسهل عليا أنا كقارئ باش نروح نرجع للجزء المقصود. إذن في حالة تجزئة الكتاب أو تجزئه لازم نحط نذكر الجزء، ثم العام اللي صدر فيه الكتاب هذاك، ثم أختم بذلك بالصفحة. واش نحط في الهامش بين هذه المعلومات هذه؟ أوه كل هزوها قاعدة، نذكر اللقب والاسم ندير نقطتين، بعد هذه النقطتين كامل نشدها فاصلة 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 حتى نلحق النقطة النهاية بعد الفاصلة بعد الصفحة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه نلقاو للأسف اضطراب رهيب لدى بعض الباحثين، حتى نوليو نشكو نقولو البحث كيفاش راه يخدم، كيفاش راه ما يركزش ما ينتبهش لروحو. تلقاه مرة يعتمد نظام الفواصل، مرة يدير لك نظام المطاط، مرة يدير نظام الخط المائل باش يفصل بين المعلومات، ومرة يدير لها مزيج، يدير شوية فاصلة وشوية خط مائل وشوية لا. الفاصلة هي الأفضل في الفصل بين معلومات التهميش. إذن في حالة النقل الحرفي قلنا الكلام في المتن يجب أن يكون محصور بين قوسين صغيرين أو متوسطين بالحجم هذا، ثم بعد ذلك نحصر ذلك الكلام وننقله حرفيا دون نقل، دون إضافة أو إنقاص، ثم ننزل إلى الهامش مباشرة أمام الرقم، نأخذ المعلومات مثل ما أوردتها بالترتيب: لقب واسم المؤلف الأطروحة، عنوان نقطتين عنوان الأطروحة، فاصلة عفوا الكتاب، فاصلة رقم طبعتها، وقلنا إذا كان كاين ترجمة نزيدو نذكروا الترجمة قبل الطبعة، فاصلة رقم طبعتها، فاصلة دار الطبع، فاصلة بلد الطبع، فاصلة الجزء إن وجد، فاصلة عام الطبع، فاصلة الصفحة. عندما أن أنهي هذا العمل على بكم واش درت، راك وفرت على روحك جهد عظيم،
من بعد في باب الفهرسه واش ترجع، ترجع للصفحات تاعك وتهز التهميشات تاعك كوبيك كولي تبعث ليه مباشره كل حرف تبعثه لبلاصتو تنحي الصفحه فقط، فتكون حققت تهميش صحيح للكتب تاعك، وتكون حققت المكسب الاخر انه الفهرسه تاعك راهي واجده تهز دير كوبي كولي، ولا اذا كان وجدتها في الريجستر كيما قلت لك تروح تنقلها مباشره منه، ربما تحافظ على الوقت افضل، خاصه اذا كان في اطروحه الدكتوراه الصفحات بزاف تتعب في مذكره الماستر، تقدر دير التقنيه هذه تاع كوبي كولي من التهميشات وتنحي التهميشات اللي فيها اضافه البعث برك، وتكون كملت الفهرس تاعك في ظرف قياسي وفهرس صحيح. يعني ما تعاودش تراجع من جديد، ما تعاودش تراجع من جديد الفهرسه تاعك وترتيب معلوماتها وتشك في ذلك، طبعا مع تقنيات جماليه سنراها في الفهرسه. هذا عند الاقتباس والنقل الحرفي. عندما اني هزيت من عند السنهوري في نفس الصفحه اضطريت نأكد نفس المعنى للسنهوري في كتابه ولا في مؤلف آخر، هنا راح ندير احتمالين باش نقيس عصفورين بحجر واحد. إذا كان نفس الكتاب تاع السنهوري تحته ينبع مباشرة الرقم واحد هذاك، راح نزيد نستفد من السنهوري من القانون المدني تاعو ينبع من نفس المؤلف، هنا ندير رقم اثنين السنهوري بين قوسين عبد الرزاق نقطتين المصدر نفسه، ماهوش نفس المصدر لغويا. او كاين سؤال تطرح في هذا الجانب نقول له ديما المصدر نفسه، المرجع نفسه، الصفحه كذا. لكن انا هزيت من عند السنهوري من كتاب اخر مثلا من نظام الاثبات مثلا، اذا كان نفرضه هكذا فرضا انه عنده كتاب مثلا في نظام الاثبات في القانون المدني، هنا نحط السنهوري ونحط هاو نفس الشخص، بس ما نقدرش نقول المصدر نفسه ونزيد كما يديروا بعض الباحثين يقول لك مادام الباحث المؤلف تاع الكتاب نفسه نحط هذه الاليه، لا، هنا لازم نذكر الكتاب الثاني بكل معلوماته كما ذكرت تاع المدني. وحذاري هنا في الحاله هذه في كل الصفحات الاتيه إذا كان الصفحات قليل العدد تاعها نمشي مع السنهوري نقول ديما نذكر العنوان، علاه نذكر العنوان؟ الاسم تاعو العنوان، ونقول المصدر السابق في الصفحات الآتية. علاه نذكر العنوان؟ علاه لأن السنهوري عندي في الأطروحة تاعي زوج مؤلفات السنهوري، وهذه راهم طلبة بزاف اللي ينساوها. يجي مثلا عند البوسقيعة ربي يبارك في الجنائي عنده 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 أزيد من 10 مؤلفات، تلقى الباحث يوظف ربع مصادر لبوسقيعة ولا ربع مراجع، ومن بعد يقول لك بوسقيعة المصدر السابق الصفحة. يا ولدي ثبت روحك، راك في الصفحة 25 هزيت من كتاب البوسقيعة، وفي الصفحة 35 هزيت البوسقيعة من كتاب آخر، وفي الصفحة 42 من كتاب آخر، ومن الصفحة 51 من كتاب آخر، وجيتني في 62 تقول له أحسن بوسقيعة المصدر السابق، وش من مصدر؟ إذن الباحث عند توظيف المصدر السابق يجب أن ينتبه، إذا كان للكاتب مؤلفين فما أكثر نحط له ديما العنوان المقصود، إذا كان الكاتب عنده فرد كتاب نحط المصدر السابق أو المرجع السابق على حسب وضعيته وقيمته في المذكرة والأطروحة. عندنا حاجة مهمة أنه كي نمشيو بعض الأساتذة في المناقشات يقول لك أخويا ما تعبنيش، أنا كي نلقى المصدر السابق، كاين اللي أساتذة اللي يديروا ديما التحقيق المكتبي كما قلت لكم في المحاضرة السابقة، كي يلقى المرجع السابق ساعة ساعة ما يامنش، يقول لك خلي ترى نروح لعود البحث هذا نقلها من كاش الصفحة جابها كوبي كولي بالمتر بالتهميش تاعو، خلي ترى نرجع كاين السنهوري هذا ولا ما كانش. وهنا تكون المشكلة الكبيرة إذا كان رجع للآخر للبداية تاع المذكرة وما لقاش والكتاب ما لقاش خلاص آثر له، واش يولي يخم يقول لك هذا الكلام مسروق من جهة أخرى، هذا البحث ما ثبتش روحه، جا نقلها من صفحة وجابها بلا ما ينتبه، نقل حتى التهميش تاعو غلط بلا ما ينتبه وبلا ما يروح ويعاود يحقق ويتأكد
من المعلومة. إذن هذه مهمة، هذه نقطة الأولى اللي تذكرها يا باحثين هنا في هذا المجال، حذاري 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 من الخلط في عند تعدد المصادر بالنسبة للكاتب الواحد، عنده عدة مصادر لازم تذكر حتى العنوان مع الاسم وتقول المصدر السابق، وثانيا تتأكد مليح من المعلومة تاعك باللي موجودة. بعض الأساتذة في لجال المناقشات والمشرفين يقول لك ما تعبنيش، يقول لك امشي 15-20 صفحة في الأطروحة اللي فيها 400 صفحة يا أخي بالمصدر السابق، ومن بعد عاود ذكرني بالكتاب. يقول لك أنا ما تروح كاين أساتذة، أنا حضرت لجنة قال له أخويا ما تخلينيش أنا 260 صفحة ونرجع لبداية الأطروحة تاعك نحوس وراه المصدر السابق، قادر نلقاه من 260 نهبط حتى ل 17 الصفحة 17 باش نلقى هذاك الاسم. لماذا تتعبوني؟ إذن حاولوا باحثين، أنا نقول لك من فصل لفصل كي تنتقل من فصل لفصل عاود ذكر بالمعلومات كلها تاع الأستاذ اللي كتب هذاك الكتاب أو الباحث الذي ألف ذلك الكتاب. هذا هو الاقتباس الحرفي. معليش أنا نمشي، وكل ما نذكر حاجة مهمة كاين حاجة هذا وين كانت في الذهن باش نقولها لكم الآن ما تحضرش، إذا نواصلوا بمجرد ما تحضر هنايا في 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 النقل في الاقتباس الحرفي والاقتباس الكلي نذكركم بها إن شاء الله. نروحوا الاقتباس بالمعنى بسيط. الاقتباس بالمعنى هو أنك تقرأ المجموعة من الباحثين ولا الباحث واحد، ومن بعد تجي أنت تعبر، لقيت باللي ما كانش أهمية لنقل كل الفقرة كبيرة، ولا كان بزاف أقوال تاع العلماء والمسألة هذيك فرعية في المذكرة تاعك والأطروحة تاعك، ماهيش أساسية لازم تقتلها قتلا، رايح تشير ليها برك إشارة، تقول مباشرة اتفق الفقهاء والباحثون مثلا في علوم البيولوجيا ولا في العلوم التكنولوجيا أن الذرة ولا كذا هي كذا وكذا وكذا، تطلق التحت واش تقول؟ تقول انظر وتنحي القوسين. كي نلقى انظر في التهميش لازم القوسين ما يكونوش، اذا حطيت انظر ودرت القوسين فاعرف انك في خطأ كارثي من الناحية المنهجية. انظر نقطتين، تذكر المعلومات كما قلت لكم في النقل الحرفي، تذكر المعلومات تاع الكاتب الاول وتفصل سلاش، كي تكمل الصفحة تحط الصفحة تاع الكتاب الاول دير سلاش الخط المائل هذاك، تزيد الكتاب الثاني سلاش، تزيد الكتاب الثالث سلاش، هكذا حتى تكمل الكتب اللي هزيت منها، وحاول تكون الكتب متنوعة. إذا كان الفكرة تقتضي أنك تهز اثنين ولا ثلاثة كما قلت لكم في المحاضرة السابقة يكفي ذلك إن شاء الله، يكفيكم ويوفي الحال. إذن هذا بالنسبة للاقتباس بالمعنى، أننا نهزوه في حالتين، نهزوه كي تكون الحاجة كبيرة وراح تضيع لي في المذكرة تاعي والأطروحة تاعي نقل بزاف ونولي في إشكال وفي حرج مع اللجنة، ولا كي يكون الفكرة أو العنصر اللي ندرس فيه ماهوش مهم جدا في المذكرة راح نتعرض له برك، تقول اتفق ولا أجمع ولا تعرض الفقهاء لهذه المسألة واعتبروها، وتعطي أنت المعنى. علاه نقول لك دير انظر وتحطهم كما راهم بالصفحات؟ هنا المهم الأساتذة أو أذكياء يروح يجبد فرد كتاب من هذا اللي تصرح بهم تقول انظر، يجبد فرد كتاب يروح للصفحة يقرأ الكلام تاع هذاك الباحث ويقارن بين الفهم تاعك وما هو مكتوب، يشوف ترى التنزيل تاع الباحث لمعنى ما قاله أولئك أو واحد منهم فقط، يجيب أكبرهم مثلا علما وأفقههم وأهمهم. إذا كان هو في الشرق وانت رحت فسرت في الغرب وأولت في الغرب راح تولي في حرج كبير، ثم يوم المناقشة الأستاذ ولا قادر حتى المشرف يوقفك يقولك لا التأويل تاعك لما قاله الباحثين ماهوش في تأويل علمي صحيح.
لذلك أنت عندما تقتبس بالمعنى يجب أن تكون ذكيا، يجب أن تكون متأكدا من فهمك لما كتبه الفقهاء وما قاله. ما تروحش تطلق هكذا أي كلام وأي فهمات، ولا يكون عندك أنت قناعة مسبقة تبغي تسوقها في المذكرة تاعك، وتروح تبغي تطوع ما قاله الفقهاء والباحثين لما تريده وتريد أن تسوق. لا، كاين الناس تقرأ وكاين الناس يوم المناقشة يجيوك ويعطيولك القراءة الصحيحة لما أراده أولئك الفقهاء. إذن كملنا 45 دقيقة، كاين بزاف الزملاء اللي اقترحوا تكون الحصة أقصر شوية باش يكون التركيز. اليوم رانا توقفنا في التهميش في الوسط، إن شاء الله السمانة الجاية نكملوا الأقسام المتبقية من التهميش ونجاوبوا على الأسئلة في 45 دقيقة إن شاء الله. أتمنى من الله تعالى أن تستفيدوا من هذه المحاضرة السادسة حول التهميش. الجزء الثاني راح يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس اليوم وفي نفس الساعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا للملتقي في ذلك الموعد، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وندعو لكل الإخوة الذين استشهدوا سواء أطباء سواء دكاترة سواء أساتذة سواء في السلك الصحي من إخواننا الممرضين الجيش الأبيض، كل الفئات الاجتماعية التي تفارقنا هذه الأيام في كل اللحظات، حتى أصبحت الشبكة العنكبوتية للأسف مظلمة، يعني نخافوا حتى نفتح الصفحات. اليوم انتقل إلى رحمة الله زميلنا بجامعة خنشلة سيبخة عبد الهاني. أطلب من كل المستمعين ومن كل الأصدقاء الكرام أن يدعوا له بالرحمة وبالمغفرة، وأن يحتسبه عنده من الشهداء. إذن نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يديم نعمة الصحة على أمتنا ويحفظ الجزائر، وأن يهدي طبعا المتهاونين والمستهترين الذين لا يأخذون بسبل الوقاية وبالاحترازات. نسأل الله أن يهديهم ويعيدهم إلى رشدهم، ونلتقي بحول الله تعالى في الأسبوع المقبل يوم السبت في 8:30. ونعطيكم الآن معليش إذن كل الإخوة اللي عندهم إشكالات، راهم الآن في التهميش ولقوا إشكالات في حاجة معينة، معليش يبعثوا لي على الخاص ونجاوبهم خلال الأسبوع إذا كان أمور مستعجلة. إذا كان ماشي أمور مستعجلة ينتظروا المحاضرة القادمة ونكملوا الجزء المتبقي إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.